اخي الكريم، السنه يعني مرت شتويه قوسه جدا يعني، وشعب مثل ما بتعرف العالم فقيره جدا، واسعار في السوق كانت يعني كثير غاليه. يعني بدي يطلع يشتري مثلا بيجامه مشان الدفى، يعني يطلع يشتري مثلا بيجامه ب 15,000 16 17 13 يعني. كذلك الامر بالنسبه للجاكيت الشتوي كمان يطلع على السوق يشتري مثلا جاكيت كمان ب 12 13 15 17. ف خطرت في بالي فكره ما بطينه الاغاثي، جبنا بطينه الاغاثي والعالم وزعوا لهم بطينه الاغاثي، فجبنا بطينه واشتغلتها بيجامه، وهيك حليت، عملت لها موديل وعملت لها تحليه بسيطه، فطلعت كثير حلوه. فصارت العالم مثلا شاف اول واحد عندي قال لي اعمل كمان جهز لي بطينيه، جهزنا له بطينيه كمان صارت كثير حلوه. فصار يعني كل واحد يشوفها يقول للثاني وين عند الخياط عباس، وين عند الخياط عباس. فصارت يعني تتردد الاجر اللي عندي، وكانت رخيصه كثير يعني البطينيه، تكلف البيجامه 5,000 5500 حد اعظم يعني، وكانت تطلع جدا يعني كثير حلوه وهادي في شغله، وكانت الفكره كثير حلوه الحمد لله رب العالمين. وبالنسبه للجاكيت كمان في عندنا كمان خطرت في بالي فكره كمان نجحت من فضل الله سبحانه وتعالى يعني، وكانت مساعده للناس، مساعده قويه كثير يعني، اللي هي الفرش الميدانيه، الفرش الفردي. كمان صرت اشتغلت جاكيت، كمان الجاكيت يعني حد اعظم تكلف 5,000 4,000 5,000 يعني حسب كمان موديلها وحسب تعبها. وكمان لقت رواج كثير حلو الحمد لله رب العالمين، هي كمان الفرش الميدانيه، واشتغلناها يعني، وكمان ساعدت الناس كثير بالنسبه للاسعار. الشتوي كان صعب كثير علينا، يعني غلاء في ماده المازوت بشكل مو طبيعي، فكان صعب كثير علينا، وخاصه انه بيكون في اولاد صغيرين بيضطر تشغل المازوت 24 ساعه مثلا. فاجت في هالبدله، فكره البدله ممتازه، انا شفت جوري لابسها عجبتني، هي بدلة بطانية إغاثي، ففي خياط عم يحولها لبدلة نظامية، إذا بدك تروح تشتري البدلة من السوق حقها ما أقل من 15-16,000، هون عند الخياط بتكلف 5,000، فشيء كويس يعني، إنه غير هيك رخيصة وكويسة أكويس من اللي موجودة في السوق بالنسبة إلي أنا لقيتها، إنه كموديل وكجودة أحسن من بدلة السوق. طلعت لعبت وانا دافين. ايوه